بعيد العمال بيمثل لك ايه؟ ما بيمثلش حاجه والله، ما باخد حقي، عاوز حقي بس. انا على الشارع بشحت، انا على الشارع بشحت، بقول لله حد يدينا حاجه لله. طالب من الرئيس اللي جاي ايه؟ الرئيس اللي جاي يدينا حقنا بس، يدينا حقنا، يخلي كل واحد حتى ياخد رشيد، يبطل رشيد من بتاع شهر كبر في السن، يبطل رشيد احسن برامج في الشارع كده. واللي بيشتغل في حته يثبتوه يبطل رشيد بعد ما يكبر. هذا طالبينه مهم، هناك العيال بس. راجل بعيد العمال. اهو ربنا يسهل. طالب ايه بالرئيس الجديد؟ ربنا يصلح حال البلد قبل الرئيس الجديد وقبل اي حد، ربنا يصلح حال البلد. في مشاكل بتقابلك هنا وانت في شغلك؟ دينا قاعدين اهو، تقول والبلديه شيل وروح والمحافظ وتعالى، طب ما يشوفوني صرفه ولا ينفع اقعد اشحت في الاشاره؟ انا راجل، كنت الراجل عندي 3 عربات حناصير، قطع جست، عملت 4 عمليات مضروب في ضهري، قلت فرش صوت البلديه مش سابالي في حاجه، طب ما تشوفوني صرف ولا اقعد اشحت في الاشارة كرسي. كلمه توجهها ليه للرئيس الجديد والحكومه الجديده؟ والله ربنا يصلح حاله وحالنا وحال البلد. يعني ما احنا عمال، احنا مش عمال، اهو زي اي يوم عادي، زي اي يوم عادي، ما تحسش فيه بتغيير، ما تحسش فيه براحه زي الناس. تطلب ايه من الرئيس الجديد والحكومه الجديده؟ اطلب من الرئيس الجديد يفرع الاراضي زي ما فرع عبد الناصر على كل الناس، الجبال فاضيه، احنا مش لاقيين شقق، انا عندي 5 عيال مش لاقي لهم شقق، 5 عيال. يفرع اراضي زي الناس، نروح نبني نقعد في الجبال مش مهم، هنا مفيش شقق للعيال، 5 ولا 1 اتجوز، كلهم كبار. ايه اللي عمال بيمثلك يا حاج؟ بيمثلني ان عايزين رئيس الجمهوريه يكون عادل كده وبتاع، يحكم بالعدل ويجيب حق الناس الغلابه. طلباتك منه اللي هي يجيب حق الناس الغلابه والعدل؟ حق الناس الغلابه ويمشي بالعدل. ده اللي احنا عايزينه. عايزين يكون ان هو يمشي في البلد ويمشي مع البلد كويس. ونشوف طلبات الشعب وكل حاجه، وعايزين كل حاجه تمشي طبيعي. ترشح مين؟ السيسي عبد الفتاح، بتاع السيسي. ده عايز ايه؟